بكار، انت بترسم ايه؟ برسم لوحة للسما يا حسونة. امبارح بالليل رسمت السما بالليل في نص اللوحة، ودلوقتي برسم السما بالنهار في النص التاني. انت عارف يا بكار، انا نزلت عندي على التابلت برنامج بيجرب السما ويخليك كأنك ماشي وسط النجوم، ماشي ماشي ولا بيدي ترارا. وريني كده يا حسونة. طب افرض، يعني افرض يا بكار، افرض ان انت عندك مركبة فضائية، هتعمل ايه؟ هاخد اللوحة والالوان واروح اماكن كتير ارسمها. انا بقى لو عندي مركبة فضائية هسافر ادور على الفضائيين الاشرار وحارب فيهم. بو 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 بيه. ابعد عني يا فضائي يا شرير، ابعد. ومين قالك انهم اشرار يا حسونة؟ مش فضائيين يبقوا اشرار؟ كل العاب الفضاء اللي عندي بحارب فيها الفضائيين الاشرار. طب ما هو لو كده يبقى الفضائيين دول هيعتبرونا احنا كمان كائنات فضائية مختلفة عنهم، وهيشوفوا اننا اشرار. بس احنا مش اشرار، ولو هم افتكرونا اشرار يبقوا هم اللي اشرار. على العموم يا حسونة، احنا عمرنا ما شفنا كائنات فضائية عشان نعرف هم اشرار ولا لا. انا بشوفهم في الالعاب اللي على التابلت وفي الافلام، ومتأكد انهم اشرار. يلا كمل انت بقى رسمتك دي، وخليني اركز في لعبة حرب الفضاء اللي معايا. هي دي الخطة، لو اتحركت بالمركبة الفضائية دي قبل ما النهار يطلع يبقى ساعتها أنا ما خالفتش القانون، لأن وقت الاحتفال ما يبدأ هتبقى المركبة ساعتها برا الكوكب، يعني مش واجب عليها تشارك في الاحتفال. المسافة اللي قطعها مارو هي 200 مليون مليون كيلومتر. أنا عايزة أسافر 500 مليون مليون كيلومتر. لو نجحت في الرحلة دي هبقى أنا الحاكم، وساعتها هريح الناس من ظلم مارو ابن عمي. أنا بعدت جدا. ها إيه ده؟ يا خبر، ثقب أسود. لا شوية جنب النيل، أنا عارف إنك بتحبي تمارين الصباح زيي.